واجتماع الآراء أعضاء الدائرة ومعاقبة كل من المتهمين محمود محمد مغاوي محمد وشاهده أبو سليمان المصري عادل محمد إبراهيم محمد وشاهده عادل حقار أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف أبو عبد الله المقدسي المكني أبو سهيل ناصر عياد محمد علي جهيل عبد الهادي زايد المكني أبو ولاء عمرو زكريا شهر شطر المكني أبو سهيل بالإعدام